نكاح الكتابية يهودية أو نصرانية جماهير السلف من الأئمة الأربعة وغيرهم على جواز ذلك، كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ونص على أنه جائز بدليل قول الله عز وجل في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وردت الكراهة من ابن عمر إذ قال رضي الله عنهما: لا أعلم شركا أعظم ممن تقول إن ربها عيسى ابن مريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا المذهب ذهبت إليه طائفة من أهل البدع، وحجة من يرى المنع يستدلون بالآية التي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. والجواب عن هذه الآية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: من ثلاثة أوجه. أولا، أن أهل الكتاب لم يدخلوا في لفظ الآية، لأن الله عز وجل جعل المشركين غير أهل الكتاب بدليل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ذكر من أشرك وذكر النصارى وذكر اليهود. قال رحمه الله: فإن قيل إن الله عز وجل وصفهم بالشرك في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو، ما ختم الآية؟ سبحانه عما يشركون. قال: فالجواب، قال: إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فالله بعث الرسل إليهم بالتوحيد، فلم يكن في أصل دينهم شرك، لكن هؤلاء ابتدعوا الشرك كما قال عز وجل هنا سبحانه وتعالى عما يشركون، فوصفهم بأنهم أشركوا لأجل ما ابتدعوا. ثم مع هذا كله لم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم، وإنما أتى بالفعل كما في هذه الآية. وأما بالنسبة للمشركين فقد وصفهم الله عز وجل في سورة البقرة، بينما أهل الكتاب بالفعل والاسم كما هو معروف أقوى من الفعل. الوجه الثاني كما قال: لو شملهم لفظ المشركين تنزلا فإنه يفرق بينهما كما يفرق بين اسم الفقير والمسكين، فإذا اجتمع افترق، فإذا أفرد المشركون دخل فيهم أهل الكتاب، لكن إذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم. فعلى هذا تكون آية البقرة عامة وآية المائدة التي أتت بالجواز خاصة، والخاص يقدم على العام. ثم قال الوجه الثالث أن يقال إن آية المائدة ناسخة لآية البقرة. وقد ذكر تلميذه في كتاب أحكام أهل الذمة، ذكر ابن القيم كلاما جميلا حول هذا، قال: إن معنى المحصنات في الآية هن العفايف، وأما المحصنات التي في سورة النساء فالمقصود المتزوجات. قال رحمه الله: ومما يؤكد أن الإحصان في سورة المائدة العفة أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة، لأنه قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، في آخر الآية قال: محصنين في حق الرجال، محصنين غير مسافحين. قال: وهذا إحصان عفة بلا شك، فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة يكون عفة. ثم قال رحمه الله: مما يدل على أن الإحصان الذي في سورة المائدة أنه العفة أنه جل وعلا جمع بين الطيبات من المطاعم والطيبات من المناكح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومعلوم كما قال رحمه الله أن الزانية خبيثة بنص القرآن، والله عز وجل حرم على عباده الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح، ولم يبح لهم إلا الطيبات. ثم قال: والمقصود أن الله عز وجل أباح المحصنات من أهل الكتاب، وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعثمان تزوج نصرانية، وطلحة ابن عبيد الله تزوج نصرانية، وحذيفة تزوج يهودية. وأما ما جاء أن عمر رضي الله عنه لما تزوج حذيفة وطلحة والجارود تزوجوا نساء من أهل الكتاب، فقال لهم عمر: طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة، فقال عمر: طلقها، فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة. طلقها، فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة. قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة ولكنها لي حلال. ف
فأبى أن يطلقه، فلما كان بعد ذلك طلقها. فقيل له لحذيفة: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي. ومما استدل به من منع بقول الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والجواب عن هذا أن المراد هنا في هذه الآية المراد المشركات الوثنيات، وأهل الكتاب لا يدخلون في لفظ المشركين، لأن الله عز وجل فرق بينهما كما ذكر شيخه، وذكر هنا آية أخرى تدل على التفريق: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال رحمه الله: والآية نزلت في قصة الحديبية، ولم يكن المسلمين زوجات من أهل الكتاب إذ ذاك. فالصواب في هذا كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو رأي جماهير السلف من الأئمة وغيرهم، الجواز. وذلك لأن الذي عليه المفسرون من أن سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن، فنخلص من هذا إلى أنه لم يدخل أهل الكتاب في آية البقرة: ولا تنكحوا المشركات. ولو سلمنا بدخول أهل الكتاب فيها، فإن آية المائدة نسخت الآية التي في سورة البقرة بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأما كراهية ابن عمر فمعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتورع كثيرا، فلعله قال ذلك من باب التورع بدليل ما ذكره من أنها تزعم أن عيسى هو الإله. ولو قال قائل: على قول الجواز أيصح أن يأخذ أكثر من واحدة؟ فنقول: ذكر ابن القيم رحمه الله فصلا في ذلك مما يدل على الجواز. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن الزواج بإثنتين من أهل الكتاب فقال: لا بأس. قيل له: ثلاث؟ قال: وثلاث. قيل له: وأربع؟ قال: وأربع. لكن لو قال قائل: متى يكره نكاح الكتابية؟ فالجواب عن هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، من أن الإمام أحمد قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب من أجل ولده، فإذا في البلاد التي بينه وبينهم حرب لا يجوز، خيفة على الولد. ومن ثم فإنه على هذا الرأي، على قول الجواز، فإنه يجوز الزواج بها شريطة أن تكون عفيفة، لذكر الإحصان في آية المائدة، لأنها إن كانت غير عفيفة فيحرم، ولو كانت مسلمة فما ظنك لو كانت يهودية أو نصرانية.